السلام عليكم يا شباب، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اليوم الجمعة 10/12/2021، ما شاء الله تبارك الله. شباب فيها نعجة، هاي ما شاء الله تبارك الله نعجة حركية، ما شاء الله ارتفاع وخشانة دباس وحراق، كبر راس وقعام وغلظ خشة ما شاء الله، عليها راس تقول راس نجدية ما شاء الله، وراها طلي أحرق أدبس مبنج. شوف 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 طول الشج، شوف الوقفة ما شاء الله تبارك الله، اللهم صل على محمد. وراها طلي عمره أقل من 48 ساعة، مو الليلة راحت انولد الليلة قبلها، يعني عمره مبارح واليوم بس. هنا ما شاء الله، شوف خشنة عالية، كبر راس طول رقبة، رجليها حمر ما شاء الله. هذا البياض اللي بخشته هذا كتشل يا شباب، من رعي الشوك والزرود. اي نعم، واللي هي دبسة يعني. فلوها عمره اقل من يومين، يعني تعجب والله تعجب ما شاء الله تبارك الله. شوف القعام، شوف غلظ الخشة، شبت الراس اللهم صل على محمد. شوف رجليها حمر، رجليها غلاظ، مو انه عظمها يعني رقيق، لا اللهم صل على محمد. ومرياعة ما شاء الله، مين شغلة انه هرمة يعني، هذا ثالث بطن لها يعني. نعجة اول بطن تولد تكون ثنية، ثاني بطن رباعية، وهذا الثالث تصير ايش مثالث. هنا نعجة خشنة بعدها تصير نعجة يعني. هنا نعجة تعيش يا شباب 10 سنوات، يعني اذا عمرها 4 سنوات لساتها اول عمرها ما شاء الله تبارك الله. يا شباب ما شاء الله تبارك الله، يعني هاي نعجة وراها خاروف طيب، شهرين ثلاثة خاروفة يفوق حقها يعني. شوف كبر الراس، شوف القعام اللهم صل وسلم، شوف حراقة الصوف، صوفتها بها حراق رقبتها ما شاء الله. شوف والله تقول نجدية اللهم صل على محمد. شوف مشربها يا شباب، شوفوا المشربة اللي تحت الدقن اللهم صل على محمد، ومرياعة تراها شباب. وهذا فلوها يا شباب ما شاء الله، خاروف مبنج موزر، ظهر وذنبته بيض والباقي كله حرق اللهم صل على محمد. اي ما شاء الله تبارك الله. شوف يا شباب انا المعجبني بها كبر الراس، القعام على غلظ الخشة على كبر الراس على حراقة الصوفة ما شاء الله، على المشرب، مشربها طيب، مهاجيرها طيبات ورقبتها طويلة ما شاء الله تبارك الله اللهم صل على محمد. شباب طبعا اي خروف مبنج لازم يكون عسبوله ابيض، يعني هاي ميزه تكون حلوه بالخروف اللهم صل على محمد. التبنيجه لازم يكون العسبول ابيض، هاي ميزه حلوه، اهل الغنم واهل الحلال واهل الخبره يعرفون الشيء هذا. هذا خروف عمره لسه يعني ما صار 48 ساعه، شوف ما شاء الله. هذا شو 3 شهور يفك حق امه ان شاء الله. وهاي يا شباب والله حرام تصير من ايد تاجر لايد تاجر، لانه الافضل تكون عند مربي، ولازم تتلقح على فحل طيب صراحه يعني. عموما يا شباب النعجه هاي موجوده قريب من معرض مصريين معروضه للبيع اللهم صل وسلم على نبينا محمد، من غنم الباديه السوريه اللهم صل على محمد. نعجه طيبه والله يا شباب، بذره طيبه يعني، هاي لو في فحل اللي عنده مربي عنده فحل طيب ياخذها لا يقصر. شوف كبر الراس يا شباب اللهم صل على محمد، وضرتها طيبه، ضرتها طيبه وحليب وصاغ سليم من كل عذر، ده تحك الكتشل اللي بخشتها مضايقه منه. هذا لازم يتعالج بشنو، شويه زيت، زيت محروق نعم، ينفرك بسيفه او شيء يعني يزيله، وبعدين ينحط الزيت المحروق لمدة شهر، العملية هاي بشكل يومي ترجع طبيعية ما صار بها شيء. طبعا أخونا ما قال ليش قد حقها، بس أنا أعتقد أنه بده يقول يعني 500 دولار، أتوقع راح يقول 500 دولار، وأعتقد تحت 500 دولار إن شاء الله يبيعها. نعجة طيبة يا شباب، نعجة من غنم البادية السورية ما شاء الله تبارك الله، يلا يا رب.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد.